السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهاي المحاضرة راح نراجع على بعض الأمثلة اللي وأكو أمثلة جديدة. مثلا على سبيل المثال، هذا التطبيق هو الإيميليتر، يعني المحاكي مال ال 80 86، واضح بالنسبة لكم شباب؟ شباب الصوت واضح؟ طيب راح بشكل سريع نستعرض شنو الايقونات الموجوده. يعني مثلا هاي الايقونه الايموليت الهدف من عندها شنو نسوي؟ نسوي بيها مثلا نسوي بيه رن. يعني مثلا هذا البرنامج راح مثلا نسوي له ايموليت، راح يبدي يشتغل. شنو اول اعاز؟ اول اعاز ينقل هاي القيمه داخل الاي ال، ينقل القيمه الثانيه داخل الدي اكس، وبعدين يسوي جمع بين القيمتين. طيب لما مثلا نقول سنجل ستيب فورورد، يعني هذا يتقدم فورورد. طيب هناش عندنا الريجسترات مالتنا اللي احنا نعرفهم، يعني عرفنا احنا 80 86 ب 14 ريجستر وبي فلاج. يعني مثلا انا من اريد انفذ اكو عندي خيارين، هذا الخيار الران انه ينفذ لك اياه كله بصوره مجتمعه، السنجل ستيب يسوي لك ينفذ لك اياه خطوه خطوه. يعني مثلا هسه لو نجي نسوي ران نفذ البرنامج كله للاخير. طيب اذا ارجع مثلا اقول له خلي مثلا ارجع اقول له سنجل ستيب، ده يتراجع عن اخر على اخر يتراجع. طيب سنجل ستيب فورورد لا، هذا يتقدم. فهاي الايقونات اللي موجوده عندنا، يعني لاحظنا انه عرفنا مثلا الويت، عرفنا مثلا بالتوبت كم دا ياخذ، الاي بي شلون دا يتغير. يعني مثلا من سوينا سنجل ستيب لما تغيرت القيمه مال الاي بي من 102 الى 103 عرفنا شنو السبب. شنو السبب؟ اكتبوا لي بالشات شنو السبب؟ ليش صارت مثلا هي 105 صار؟ ماكو جواب. الشفرة تاخذ 2 لأنه 16 بت. صباح، الشفرة تاخذ 2 لما تكون، يعني تاخذ 2 بايت لما تكون 8 بت، وتاخذ 3 بايت لما تكون 16 بت. يعني لو نجي مثلا خلينا نسوي ريلود، شفت الريلود ايش سوى؟ الريلود سوى صفر. زين الاي بي عندنا بدا ب 100، لما نجي نسوي سنجل ستيب نلاحظ الاي بي ايش قد صار؟ 102. ليش؟ لانه 8 بت فالانستركشن اخذ بايت والداتا اخذت بايت فصار 2 بايت. زين انتقلت القيمه لسته. من سوينا سنجل ستيب انتقلت القيمه هي للدي اكس، انتقلت القيمه للدي اكس. طيب انت قلت لنا انت دا تنتقل القيمه للدي اكس، بس احنا شو دا نشوف؟ انه فقط الدي لو اخذت القيمه. السبب لانه اني نقلت القيمه هي فقط للدي لو. هذا الدي اكس هو صح 16 بت بس مو كله شغاله. هذا بالنسبه الاول، اول مثال. طيب لما اريد افتح مثال جديد، لما اريد افتح مثال جديد اختار ايقونه نيو، اختار ايقونه نيو. يعني مثلا اسوي من نيو، اختار هذا الكوم تمبلت واقول له اوكي. مجرد ما قلت له اوكي راح يبدي منه عندك، هذا يبدي منه، يعني من شفنا الاي بي الريجستر ليش بدا ب 100؟ لانه انا منه قايل له ابدي من 100، وهنا نخلي الكود مالتي. طيب هذا اذا دا اريد اسوي نيو، اريد افتح ملف جديد، اريد اكتب كود جديد، واضح؟ لو اعيد اكتبوا لي بالشات. على نيو واضح؟ طيب اذا اريد افتح شيء جديد، شيء قديم عندي، شو اختار يا ايقونه؟
إذا أريد أفتح كود موجود سابقاً عندي. Very good أمار. نروح نفتح open. طيب إذا أريد أحفظ التغييرات مالتي شختار؟ نختار save. زين السؤال اللي بعده، هاي الايموليت شو تسوي؟ شو تنفذ؟ الايموليت شو تسوي؟ شو تنفذ؟ الايموليت هاي الايقونه تسوي ران، يعني كانه تسوي اكسكيوشن، تنفيذ للكود. زين راح اروح على اوبن، اختار اني مسميه لاب 2. لاب 2 طيب، لاب 2 واضحه الشفره اللي موجوده عندنا؟ هذا نفس الاعازات مالتنا مال الموف، لكن اللي دا يختلف انه احنا دا نقول الاي ال ايش راح يتحمل؟ يتحمل var1. طيب الvar1 نوعيته داتا حجمه بايت، حطينا بيه 10. var2 يعني هذا دا نحكي عليه كله 8 بت يا شباب. var2 اللي هو الما راح نخليه بالاي اتش. زين var3 دا نحمل string، var4 دا نحمل هذا الموقع. زين لو نجي نسوي run، بالنسبة للشفرة، هاي الكود اللي مكتوب واضح بالنسبة لكل شنو دا يسوي له؟ لا البقية الباقين. طيب اوكي راح اجي اسوي رن، اجي اسوي ايميليت رن. زين وراح اجي اختار رن، ما راح اختار سنجل ستيب. طيب شنو رن يسوي؟ رن شو يسوي صباح؟ جاوبيني انت، رن ايش راح يسوي؟ شنو الفرق بين رن وبين سنجل ستيب؟ يلا يا صباح. Very good. يعني بما معناه انه ينفذ البرنامج ككل، لكن single step بهذا الشكل ينزل خطوة خطوة. اذا تلاحظون الكمبايلر من دي يبدي ينفذ، يبدي من الاعلى الى الاسفل، من الاعلى الى الاسفل. واضح؟ زين راح اجي اسوي له run. عافية. سنجل ستيب. طيب باك ستيب ما واضحه، يسوي يرجع خطوه الى الوراء. ريلود شو يسوي؟ ها صباح ريلود شو يسوي؟ عافيه مو مشكله. ريلود يا صباح كأنه يصفر الرجسترات من المحتويات مالتها. زين راح أجي أسوي رن، من يعرف شنو الغلط؟ راح يبقى ما تتوقف. تلاحظون راح يبقى ما يتوقف. أنا راح أوقف البرنامج. القصد هسه راح أوقف التنفيذ. الهالت هذه هو شنو الهالت؟ أول مرة اللي جابوني أهل الهالت، هذا مو جواب مال المهندسين، أريد جواب. يعني الهالت هو أول شيء يسوي؟ الهالت يوقف التنفيذ، شنو الغلط؟ يعني هل هو انه انا عندي سينتاكس ايرور؟ لا،
برنامجك صحيح، لأنه بدليل إذا أغير رقم واحد يعترض علي البرنامج. يعني مثلا راح أسوي كنترول زد، كنترول زد مرت اللغة رجع للوضع القديم. طيب راح أجي أمسح، أمسح بس مجرد رقم واحد، يعني بس راح أسوي var وأجي var، بس أخلي var وأسوي run. شوف شلون اعترض علي أنه أنت كاتب var وهو var 1، فدلاحظ أنه البرنامج ما بي أي أخطاء. طيب شنو اللي صار؟ اللي صار لازم تخلي الهالت قبل المتغيرات، واضح؟ هسه عرفنا شغلتين، عرفنا الهالت شي يسوي، وعرفنا لازم قبل المتغيرات مو بالصيغة اللي انتو جاوبتوني بيها. زين راح اجي اسوي اميوليت. زين راح اجي اول مرة اسوي تنفيذ حتى اشوف صح لو مو صح. جيت سوي التنفيذ هالتد، اخذها كله للبرنامج، أخذها كله للبرنامج. شوف يا صباح راح أسوي ريلود، تصفر كل البرنامج، تصفر كل البرنامج. زين أجي أسوي له إميليت مرة ثانية، وأجي أسوي له سينجل ستيب دا أشوف إيش دا يسوي. الأي أل إيش صارت بي قيمة؟ إيش صارت بي قيمة؟ صارت بي، هو طبعا محطوط القيمة بالدسمل، حولها المن، حولها للهكسا. وين خلاها؟ خلاها بالاي ال. زين اجي اسوي سنجل ستيب اللغ، وين اخذ القيمه مال الفار 2؟ اخذها للاي هاي، للاي هاي. ايش قد قيمه الاي هاي؟ 10 بالهكسا. ليش؟ لانه انت مخليها اتش. زين سنجل ستيب، السي اتش، السي ال اخذ قيمه شنو؟ اس، اللي هي شنو؟ اخذ القيمه مال الاسكي مال الاس. وين خلاه؟ خلاه بالسي ال. اعيد، انت هنا خليت اس متغير، نوعه شنو؟ نوعه داتا. حجمه ايش قد؟ حجمه ايش قد هذا؟ 8 بت، لان انت منطي داتا بت، داتا بت، داتا بايت، سوري داتا بايت، يعني حجمه 8 بتات. منطين هذا الدي بي مختصر الى داتا بايت حجمه 8 بتات. الاس الايميوليتر حول الى قيمته، خلاك اياها هيك، تمام. زين سنجل ستيب، اخذ السي اتش القيمه هذه، وين خلاها؟ خلاها بالسي اكس. تحمل البرنامج من انطي اقول له سنجل ستيب خلاص هالت، عرفنا الهالت وين مكانها لازم يصير، تمام. وعرفنا الشيء الجديد انه لما دا ياخذ القيمه بالدسمال يحولها للهكسا، وقيمه الهكسا يخليها هكسا مثل ما هي. عرفنا انه القيمه المتغير بين تو كوتيشن دا يحولها الى اسكي، وهذا الرقم اللي بالتات ايضا حوله المن، حوله للهكسا. واضح هذا المثال؟ اعيده، الباقين شباب صار صار صار. نبدأ من البداية، نبدأ من البداية. أنا لما دا أريد أفتح التطبيق اللي عندي، إذا عندي خيارين، يعني من أريد الواجهة مال الإيميليتر تكون بهذا الشكل، خلي أخليكم إياها كاملة. الواجهة مال الإيميليتر تكون بهذا الشكل. إذا عندي، إذا عندي كود جديد أريد أسوي كود جديد، أروح على خيار اسمه نيو. طبعا شوف هذا دا يقول لكم سيف تشينج، تقول له نو. فلما اريد اقول اختيار جديد اختار كوم، واقول له اوكي هنا اكتب الخيار الجديد. زين اذا عندي اني اصلا موجود، اروح على الاوبن، رحت اني على الاوبن كليك يسار وافتح الخيار مالتي. طيب الخيار مالتي كالاتي، الكود مالتي هذا السمبل اللاب 2 بي الاتي، بي عندنا تو ريجستر اللي هم منو؟ الاي اكس والسي اكس. طيب هذا الاي اكس هو 16 بت،
فلما نريد ممكن انه احنا ما نستخدمه كله، نستخدم نص منه، يدز ابنه الصغير ينوب عنه. فالاي الابن الصغير اسمه الايلو، هذا ايش قد حجم الايلو؟ حجمه 8 بت، وهذا الاي هاي هم حجمه 8 بت، مجموعهم يصير 16. زين، احنا شنو كان اللي استجد عندنا قبل كنا مثلا نكتب هنا نقول موف اي ال ونخلي قيمه، اما ننقل مثلا نقول موف بي هاي، هذا مو جديد علينا، من ننقل من ريجستر الى ريجستر، ولا مثل اول مثال من قلنا 06 اتش ننقل للريجستر، ننقل للايلو قيمه، ننقل قيمه حقيقيه. اللي استجد شنو؟ انه احنا نقول موف var1 variable يعني متغير للاي ال. زين، موف الفار 2 المان للاي اتش، موف الفار 3 المان للسي ال، موف الفار 4 المان للسي اتش. الحد هنا هذا كموف كإعازات موف واضحه لو لا للي سال؟ بس احنا طيب زين، اللي نجي الجديد اللي نضاف عندنا شنو؟ ده نجي نحط قيم للفار 1، يعني كأنه اني يا طلاب كأنه ده اقول فار 1 equal 10، فار 2 مثلا equal، من اخلي مثلا هالشكل اقول علي، كأنه ده انطي قيم هيجي var2 تساوي. لكن ال الهيكليه مال اللغه مال المايكرو بروسيسر مال الايميليتر هالشكل يصير، ده نقول var1 نوعيته متغير نوعه داتا بايت، يعني هذا المتغير اللي هو الفار1 اللي هو قيمته وين راح تروح؟ راح تروح بالاي ال، هو نوعيته داتا بايت. طيب شنو المحتوى مالته؟ المحتوى مالته 10 بالدسمل. زين، var2 متغير نوعيته داتا بايت، يعني بس انا دا اقصد بي يا شباب الداتا بايت means او نقول equal means، كأنه دا نقول this variable is 8 bit size. بس نقطة على السطر، الدي بي يعني 8 بت او بايت واحد. واضح الحد هنا؟ طيب الفار 3 ايش دنخلي؟ احنا عندنا وين انواع متغيرات. الفار 3 عندنا هذا الاس، شنو اللي صار؟ من جينا سوينا تنفيذ، طبعا هسه راح ننفذ الشيء، من جينا سوينا تنفيذ ما لقينا، طبعا الفار 3 وين راح يروح؟ انت شوفي لي وين راح يروح الفار 3؟ وين راح ينخزن؟ او وين راح ينتقل قيمه الفار 3؟ وين راح تنتقل؟ فيري جود. طيب خليني اشوفكم فد شيء، يعني مثلا انا عرفت الفار 3 واجي اقول هنا var1، بس خلي ارجع على اكمل الشرح وبعدين اسوي هاي الفكره. الفار 3 انتقل للسي ال، الاس هذا راح يتحول للاسكي كود. شنو هو الاسكي كود؟ الاسكي كود ارقام الكيبورد هذا كله يتحول الى ارقام، يعني الاي كابيتال ياخذ رقم، الاي سمول ياخذ رقم، فتحول الى رقم وانخزن بمن؟ بالسي ال. الفار 4 هذا الرقم اللي بالباينري تحول الى هكسا والنقل بالسي اتش. بس نسوي موف، بس نسوي نقل من والى، انه عندنا فارات متغيرات وهاي القيم مالتهن. اللي صار انه كان ال HLT لازم يتخلى بعد نهاية الكود، مو بعد ما نعرف المتغيرات، ما يصير راح يعترض. افتهمنا البرنامج؟ عرفنا شنو اللي بيه؟
بعيد. أعيده بعد البرنامج لو خلص. شكرا. طيب راح نجي نسوي تنفيذ حتى نشوفه شنو اللي أخذنا. ده ناخذ single step single step single step single step وإلى أن وصل هالت انتقلت القيم. زين لو أجي أنا مثلا أجي هنا أختار أسوي له var1 وأجي أسوي له emulate. من يعرف ليش أخذه يعني أنا ليش أخذ هاي القيمة؟ أحد عنده جواب؟ يعني مثلا أنا راح أجي أسوي single step انتقل single step انتقل single step انتقل single step انتقل والهالت وقف. زين أني يصير أنه مثلا أخلي var1 مرة للAL ومرة للCL يصير؟ يعني مثلا أني كان هذا var1 var3 أجي مثلا هنا أخليه var1 وأجي أسوي له run وأجي أشوف يصير دي يصير دي ينتقل يصير؟ أكو جواب؟ ماكو جواب. ماكو جواب. أي وشنو المشكلة؟ يصير. نعم الجواب يصير. يصير إنه أنت تخلي var1 يصير. هسه مثلا أني كل هنا أسويهم var1، يعني كل راح أسويهم var1. var1. وذول الفار 3 الفار 2 فار 3 فار 4 اي نعم انت منطيهم قيم بس ما مخصصهم. يعني كانه انا دا اقول تعال يا عمار انا مخصص لك خمس درجات كيرف استلمن عمار واجي مثلا كانه اقول اكو كيرف خمس درجات واسكت من اجي اسوي رن اشتغل البرنامج كلهم راح ياخذون القيمه كلهم راح ياخذون القيمه باعوا اشتغل كلهم أخذوا القيمة كلهم أخذوا 0i 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 لأنه أنا أخذت هاي القيمة الأولى ونفذتها على الباقي. واضح؟ زين نروح على طبعا راح أقول له نو راح أروح على هذا المتغير. طيب هذا المثال الثالث شنو اللي اختلف هنا؟ هيك بنظرة فاحصة على السريع شنو الاختلاف هنا؟ يلا شنو الاختلاف هنا؟ شنو معناها؟ اي شنو معناها دي دبليو؟ اللي اختلف هنا المفروض تقولون يابا احنا بذاك المثال كان اللعب مالتنا سي لو وهاي يعني 8 بت هنا الحكي صار غير حكي صار 16 بت. لا شلون عرفناها؟ اولا من شكل الريجسترات من نشوف اكس يعني 16 هنا هناك بذاك المثال اللي قبله كان داتا بايت هنا صار داتا وورد يعني 2 بايت 2 بايت مفهوم؟ طيب محمد وياي اريد اذا من اريد انفذ البرنامج وين اروح حتى انفذ البرنامج يا محمد؟ Very good راح نروح على الايموليت ونلاحظ ايش راح يصير. انا اذا اريد اسوي خطوه بخطوه سنجل ستيب اذا رن مره واحده اختار رن سنجل ستيب لاحظنا اول شيء الفار 1 تحول لهاي القيمه. طيب ليش وتحول لهاي القيمه؟ الجواب بكل بساطه راح تقول لي لانه هذا ديسيمال حوله للهكسا طلعت بهاي القيمه.
زين سنجل ستيب، نلاحظ القيمة الثانية بده ياخذ 16 16، مو مثل ذاك، مو مثل ذاك. زين سنجل ستيب اخذ القيمة الثانية مال الاي اس، حولها المن، حول الاسكي مالتها للسي اكس. زين سنجل ستيب حول القيمة مال الباينري هذه المن، حولها للدي اكس، وهكذا. طيب هسه لما اجي اسوي له ستوب، نلاحظ الهلت صارت وين؟ ورا نهاية البرنامج. فانت هسه مخير انه تخلي القيمة اما تعويض مباشر، انا بس دا اشوفك الفاريابل يعني شلون انه ممكن تاخذ القيمتين. الحد هنا واضح. الجديد شنو تعلمناه؟ تعلمنا انه داتا وورد وداتا بت. طيب سؤال، سؤال مثلا انا اريد اجرب الاتي، راح نقول سي ال، راح نقول سي ال ونقول var 3 واخلي بمكان الاي اس. زين وراح اخلي هذا، ليش هذا لازم اغيره يا شباب؟ هذا الدي دبليو ليش لازم اغيره؟ وبشنو اغيره؟ شنو اغيره؟ لازم شو اغيره؟ هسه أنا واقف هنا، هذه لازم شو تصير؟ لازم يصير ديبي يا شباب، هذا الجواب. لازم تقول لي صير ديبي. يعني إحنا هسه لو نرجع نسوي كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد، إحنا جينا على سي إكس نريد نسوي الآتي، راح نسوي سي إل. من صار سي إل راح تقول لي يابا لازم نغير شغلتين. هذا الدي دبليو يصير دي بي وهذا يصير اس، ونجي نسوي ايموليت، نجي نسوي سنجل ستيب، انتقل 16 بت، انتقل 16 بت، انتقل 8 بت. زين لو نجي مثلا نجرب، نجرب نخلي دي دبليو ونجي نسوي ران. اها اتهمنا الفيلم، اتهمنا. واضح؟ اكو سؤال لحد هنا؟ طيب راح اقول له نوم، نروح على المثال الثالث. طيب نشوف هنا بالمثال الثالث دا يستخدم الإعازات اللي استخدمناها اللي كلها شفناها، دا يستعرض كل الإمكانيات. طبعا هذا راح أخليكم إياه، ودا يستعرض، دا يستعرض لكم إنه شلون دا يحمل القيم. يعني من أجي أسوي الإيميوليت وناخذ ستيب ستيب سينجل ستيب، راحت القيمة للأي أكس سينجل ستيب، انتقلت القيمة من الأي أكس المن للدي أس، موف راحت اكو قيمه المن راحت للمحتوى مال الاس اي، يعني هذا الاس اي هذا المحتوى مالته وهنا دا يأشر. زين سنجل ستيب انتقل ياخذ القيمه مال الاس اي بلس 02 بلس 02، يعني الاس اي ما تغير. سنجل ستيب اخذ القيمه مال الاس اي زائدا 2h، وين حطها؟ حطها بالبي اكس سنجل ستيب، نقل قيمه الاي اكس المن للدي اكس، جمع قيمه الاي اكس مع البي اكس. ليش هنا استخدم اد سي ما استخدم اد؟ يعني هسه لو نجي نشوف الفلاجز، شوفوا الفلاجز دي يشتغلون. لما اجي اقول له سنجل ستيب جمعهم،
بعدين نقل قيمة الـ SI زائد الـ H الـ 8 H وين وداها؟ بالـ CL عافية حتى يجمع الكاري. هنا الـ Increment زيد الـ SI راح يزيد الـ SI بواحد، يزيد محتوى الـ SI بواحد. هنا زي يسوي decrement، ايضا decrement راح يسوي exchange بين محتوى ال dx وال dx. هنا ايش زي يسوي هنا هسه؟ هنا ايش زي يسوي يا شباب؟ سوى sub single knob، سوى sub. من يعرف الغلط هنا شنو بالبرنامج؟ من يعرف الغلط شنو بالبرنامج هنا؟ كان المفروض يصير هيك، كان المفروض يسوي هيك، واضح؟ واضح يا شباب؟ أنا هذا البرنامج من سويته حتى يشرح الموف والآد والآد سي والسب والسب بي بي والإنكريمنت والديكريمنت. طيب راح أقول له إحنا وصلنا هذا لاب 3، راح نأخذ لاب 4. هنا اللي دا اللحظة، ايش دا يسوي؟ شنو اللي راح يسوي هنا؟ احد يعرف شو راح يسوي هنا؟ جمع رقمين من الاخير، دا يجمع لكم رقمين، من اجي اسوي الاميوليت سنجل ستيب ال 12 انتقلت وين؟ للدي ال. سنجل ستيب جمع ال 33 ويا محتوى منه؟ ويا محتوى الدي ال. وش تقطعت لك النتيجه؟ 45 بالهكسا. دا نشوف الشيء الجديد شنو دا يصير؟ شنو اللي صار بهذا المثال؟ أعيد لكم. أخذنا هاي القيمة وين خليناها؟ بالدي ال. يعني هسه هنا دي ال يساوي 12 هكسا، تمام؟ جيت أني قلت هاي ال 33 كأنه دا أقول الدي ال تساوي 33 هكسا زائد 12 هكسا، وطلعت النتيجة. واضح؟ طيب لو أجي مثلا أسوي الآتي، أجي أقول دي اكس وأجي أقول له 23 واجي اقول له مثلا هنا 00 واجي اسوي له ايموليت. من يعرف الغلط مالتي وين؟ شنو المفروض يصير؟ Very good. Very good. راح اجي اسوي له ايميليت. نلاحظ شنو؟ 1 2 3 انتقلت المن للدي اكس. سنجل ستيب انجمعت القيمة.
من جمعة القيمة. يعني هسه أنا مثلا لو أجي أسوي له هيجي اف اف حتى تباعون، يعني القيمة تتغير. أجي أسوي له سينجل ستيب، سينجل ستيب، شوف شلون تغيرت القيمة. هسه هذا ده يجمع 16 بت، واضح؟ هذا الكود مال ده يجمع قيمتين. طيب سؤال، سؤال اني بعد من مثلا من ناو رايح مثلا من اجيب لكم اجمعوا رقمين، اطرحوا رقمين، مثلا من اقول لكم اجمعوا رقمين المفروض تعرفون الارقام، بينما مثلا من اقول لكم اطرحوا رجسترات اثنين، لازم تنتبه على شغلتين. انه انا من دا احكي وياك دا اقول لك الجمع 8 بت لو 16 بت، لانه اذا 16 بت شغل واذا 8 بت شغل اخر، تمام؟ هذا اول هام. ثاني هام، من اقول لك اجمع او قيم الريجستر، كون انت من البدايه تسوي موف وتحمل الريجسترات قيم، حتى لو انت من عندك تفترضهن وتجي تسوي الاعاز مال الاد، مو قبل تحط للاد. اما اذا خليت لي الفلاج مال مثلا الكاري فلاج والاوكسيلري فلاج، يعني هذا بعد ترى تاخذ درجه كامله. واضح التعليمات هذه لو لا؟ شباب واضح؟ اتهمنا الموضوع شنو؟ زين اعيد اللي قلته شنو؟ اللي قلته انه مثلا من اقول لكم اجمعوا رقمين، مثلا write a program by using assembly language to add two numbers، to add two numbers، واي شيء بالاخير اكتب لك مثلا 8 بت او اقول لك 16 بت. اذا ما قلت لك انت شو تروح تسوي؟ تقول لي انت ما قلت لي، فانا راح اختار الاسهل الي، انا اريد اروح اختار 8 بت. اي هذا حقك انت، انا راح اشوفك انت مستخدم الريجستر واحد، الريجستر مثلا لو هاي، يعني انت فاهم انت دا تشتغل 8 بت ومستعرض لي بالكاري فلاج والاوكسيلري فلاج. طبعا نفس المفهوم بالنسبه للطرح، اذا اقول لك اجمع رقم، اطرح رقمين، او اقول لك اطرح ريجسترات اثنين، واقول لك مثلا 16 بت، راح تجي تسوي موف للريجسترات، يعني تنقل القيم بداخل الريجسترات وتسوي الطرح. مفهوم اللي اذا قصده لو لا الكل؟ طيب راح اقول له نو، واجي اختار لاب 5. لاب 5 هو اصلا اوريدي احنا تطرقنا له، مال 16 بت. زين بعد عندنا لاب 6. زين لاب 6 هنا ايش دي يسوي؟ طبعا اللي استعرضناه بلاب 3 نفس الشيء. هو هنا ايش دي يقول لك؟ رايت بروجرام تو اد هاي الرقمين واخزن لي اياهم بالدي اس 150 و151. هذا الصيغه مال السؤال. The result stored in memory location. هل قد هذا الميموري لوكيشن اللي يريده من عندكم؟ الميموري لوكيشن 152، جاء نقل المحتوى للاي اكس، بعدين نقل محتوى الاي اكس للدي اس، بعدين نقل المحتويات هذه للعنوان هذا، ونقل ال 150 وال 151 محتوياتها للبي ال، بعدين سوى اد، بعدين نقل محتوى ال 152 هكسا المحتوى ذب بالبي ال. اجي اسوي رن، اول شيء سوى نقل محتوى، بعدين نقل القيمه المن للدي اس، بعدين سوى نقل محتويات هذه المن للبي ال الادرس، تقل سوى اد، بعد ما سوى اد ثلاثة وثلاثين رجع المحتوى المن للبي ال، خلص البرنامج. هيك الصيغة مال البرنامج تصير، هذا المطلوب من عندكم.
يعني حتى إذا جاكم طبعا هنا الثلاثة وثلاثين والأربعة وأربعين، لأنه أنا قايل لكم المية وخمسين ثلاثة وثلاثين والمية وواحد وخمسين أربعة وأربعين، هيك الصيغة مالته. إذا أغير راح أغير مثلا بالأرقام ريجستر بمكان ريجستر، الفكرة هالشكل راح تكون. أكو عندنا سؤال؟ سوري أنا طفيت الإيميليتر. ريسنت فايل هاتشنا فاتحين. أكو عندنا سؤال يا شباب؟ واضح. طيب أنا راح أطفي التسجيل.